الروائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الرابع عشر من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقد. في المرحلة الثانية كل نقطة ب5000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 7,360,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو، أول مشاركة وقدروا يوصلوا لدور الـ16، حلمهم يكملوا ويوصلوا لدور الـ8. من محافظة الشرقية نلعب قناة مدرسة منيا القمح الرسمية للغات. مدرسة منيا القمح الرسمية للغات، تأسست المدرسة عام 2019. حصلت المدرسة على العديد من الميداليات والجوائز في النشاط الرياضي والمسرحي والمكتبي. توفر المدرسة برامج تعليمية شاملة تركز على المهارات الأربع في اللغة: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. يتعلم الطلاب المفردات والقواعد اللغوية ويتدربون على استخدام اللغة في سياقات مختلفة. هيمثل مدرسة منيا القمح الرسمية للغات في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم جنى السعداني. حسن التوتر قل عشان خدنا على اجواء الاستوديو، وان شاء الله نكسب الماتش ونوصل للدور الـ8 ونكون قد ثقة المدرسة فينا. احمد حمودة. المرة الثالثة عملنا مباراة حلوة وقدرنا نتقل لدور الـ16، وطبعا مباراة النهاردة هتبقى اصعب، وعشان كده عملنا استعدادات اقوى واستعدينا اكتر عشان نقدر نتقل لدور الـ8. سلمى محمد. انا فريقي معتمد عليا في الادب والمعلومات العامة، وان شاء الله اجاوبهم زي الماتش اللي فات، وان شاء الله نقدر نجمع اكبر عدد من النقاط ونساهم في تطوير المدارس الحكومية عن طريق البنك الاهلي المصري. وزياد شرف. انا النهارده خدت الثقة اكتر وقريت في مجالات كتير مختلفة، وان شاء الله اكون على قد ثقة مدرستنا فينا ونكسب ماتش النهارده. منيا القمح، الحمد لله على السلامة. سلام حضرتك والف مبروك الوصول لدور الـ16. الله يبارك في حضرتك. راضيين عن ادائك الماتش اللي فات؟ يعني كأول ماتش ويعني كان في توتر وكده، فيعني الحمد لله يعني. ايه الدروس المستفادة يا جنى؟ هو كان التوتر بس غالب علينا شوية في أول مرة، وكان في أسئلة عارفينها ما قلناهاش، وكنا محتاجين نتناقش مع بعض أكتر، فاحنا حاولنا نظبط النقط دي. نفسي أشيل التوتر ده من جوه الاستوديو فعلا، يعني لأنه بيضيع منكم فرص كتيرة جدا وبتبقى شكلها غريب على الشاشة، يعني المشاهدين بيبقوا مستغربين. الله، السؤال سهل قوي، ما تجاوبش ازاي؟ بتفرق برضو رابط الاستوديو ورابط الكرسي نفسه، عشان كده اي حد شايف ان هو قوي ينورنا. بالظبط. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. جبت كام نقطة الماتش اللي فات؟ مش عارف. 50 نقطة، اعلى سكور في فريقك. احتفلوا بيكي ولا لا؟ طبعا. طيب استعديتوا بشكل مختلف؟ يعني حاولنا ان احنا نتوسع اكتر في المجالات، وكل واحد قرأ في مجال اكتر، وان شاء الله هنعمل حاجة حلوة ان شاء الله. زياد، ايه رأيك؟ توقع ايه الماتش النهاردة؟ انا ان شاء الله هنقدم حاجة حلوة النهاردة، يعني برضو حاجة حلوة. طب قدمولي، قدمولي حاجة حلوة. الثقة عندنا اعلى النهاردة ان شاء الله. طبعا ان انتوا كسبتوا مباراة وبتشاركوا لأول مرة فدي حاجة كويسة، ولكن الحفاظ على القمة هو اللي صعب، وطبعا كل ما بنطلع دور الدنيا بتتغير. حظكم حلو ان انتوا كمان هتلعبوا فريق بيشارك هو كمان لأول مرة، فالفرصة متكافئة.
مدرسة مينيا القمح، أتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا مدرسة مينيا القمح. أما المدرسة الثانية واللي مشرفانا في الاستوديو طبعاً هم كمان زي ما قلت بيشاركوا لأول مرة. بعد ما وصلوا لدور الستاشر بيتمنوا يستمروا في البطولة. من مركز قطور محافظة غربية راحوا بكلية مدرسة الشهيد محمد نصر بلال الثانوية المشتركة. مدرسة الشهيد محمد نصر بلال تأسست عام 2020 بمحافظة الغربية. المدرسة متعددة المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. ترقى بالمتعلم أكاديمياً وتكتشف المواهب وتستثمر الطاقات من خلال الأنشطة والمسابقات. حصدت المدرسة الكثير من المراكز على مستوى المحافظة. تهدف المدرسة إلى إعداد متعلم متميز خلقياً وتربوياً وعلمياً بمشاركة مجتمعية فعالة. هيمثل مدرسة الشهيد محمد نصر بلال الثانوية المشتركة في ماتش النهاردة 8 طلاب، حاجتين منهم 4، وأول واحدة فيهم جنى جمعة. متوترة جدا لأن الماتش صعب والمدرسة اللي قدامنا مدرسة قوية، وإن شاء الله نقدر نفوز عليهم نوصل لكأس العوكل. محمد علي. الحمد لله قدرت إن أنا أحرز لقب أفضل لاعب في الماتش اللي فات، إن شاء الله أقدر أحافظ على مستواي وأساعد فريقي بإن أنا أجمع أكبر عدد من النقاط. منى حمدي. الماتش اللي فات استعدنا استعداد كويس والحمد لله ربنا وفقنا وفزنا بفرق سكور كويس، والنهارده إحنا مستعدين استعداد أكتر للماتش إن شاء الله ربنا يوفقنا. حمدي فايد. كنت كويس لماتش النهارده وقدرت اجمع اكبر عدد من المعلومات، ان شاء الله اقدر اساعد فريقي ونحقق الفوز النهارده. الشهيد محمد نصر الحمد لله على السلامه. مساء الخير والف مبروك الوصول لدور ال16. ايه الاخبار يا جنى؟ الحمد لله. بتكتبي اسمك بالالف جنى وجنى بالالف اللينه، على العموم الاسمين احلى من بعض، سواء جنى بالالف او الالف اللينه احلى من بعض. احساسك ايه يا جنى؟ مبسوطة جدا، يعني احنا وصلنا للمرحلة دي ان شاء الله نفوز. يعني تحذير شديد اللهجة لمينيا القمح. محمد علي جبت كم نقطة؟ مش متذكر والله، تقريبا 60. ايه الحكاية اللي مش فاكر؟ مش فاكر سلمى، مش فاكرة وانت مش فاكر؟ بحاول افتكر والله. ده انت افضل لاعب الماتش اللي فات، 75 نقطة، افضل لاعب الماتش اللي فات. نحيي كلنا. ازيك يا منى؟ الحمد لله. في اي حاجه مختلفه عن الماتش اللي فات؟ اكيد في ان احنا حسينا ان احنا داخلين على مرحله اصعب، فشدنا حيلنا اكتر. انتوا الاثنين خدتوا وقت واستعديتوا كويس، فمفروض النهارده تبقوا جاهزين باذن الله. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله تمام. رسالتك ايه لمدرسه مينيا القمح؟ بالتوفيق. بالتوفيق طلع من قلبه. عايز اقول لك بالتوفيق بس البسه في الحيطه. احمد يا حموده تقول لهم ايه؟ بالتوفيق برضو. ايه حلقه بالتوفيق دي؟ شكلكم انتوا الاثنين هتودعوا البطوله الماتش ده. ازاي؟ مش عارف صح، حاجه غريبه ما حصلتش قبل كده، مدرستين ودعوا البطوله من مباراه واحده. ربنا يستر. الشهيد محمد نصر بلال بتمنى لكم كل التوفيق. العباقرة مدارس في الموسم ال 14 ست فقرات، العلم المعرفة الفنون تحت الضغط ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي الدولة الإسكندنافية صاحبة أقدم علم في العالم؟ الدنمارك. موجودة من القرن ال13 وتم اعتماده سنة 1625 ميلاديا. أحمد حمودة إجابة صحيحة. أحمد حمودة مين اللي بتبتدي الأول؟ الشهيد محمد نصر. يتفضل بلال. الشهيد محمد نصر بلال هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. الشهيد محمد نصر، إمتى الجوكر يا منّا؟
والله على حسب، بس غالبا في العلوم ان شاء الله. يعني كانت عايزه تخبي بعدين ما عرفتش. اول حاجه نبتدي بيها جغرافيا، والسؤال هو يقع شلال جوكتا باحدى القارات، فما هي؟ على ارتفاع 770 متر من اعلى واجمل الشلالات في القاره. بيزور الشلال ده حوالي 1000 زائر في اليوم. اجابتك اسيا. اسيا موافقين؟ احنا كان نفس الاجابه. اجابه خاطئه. محمد علي خرج لكم اسيا من الموضوع. يا سلام يا زياد. اجابتك امريكا الشماليه. امريكا الشماليه للاسف الشديد اجابه خاطئه. اربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5. اوروبا، امريكا الجنوبيه، القطبيه الجنوبيه، افريقيا. مين هياخد الريسك؟ امريكا الجنوبيه. ده انا زعلت قوي انك قلت الشماليه، مفروض كنت تلقطها يا زياد. في شمال شرق بيرو في امريكا الجنوبيه. اول سؤال طار من يا القمح، امتى جوكر يا جنى؟ هو احنا لسه هنشوف على حسب الاسئله عشان ما يطلعش سؤال تريكي زي المره اللي فاتت، بس هو ان شاء الله في التاريخ. يلفوا بقى كده بيرجعوا، مش عارف يلفوا ليه. طيب جغرافيا، والسؤال هو يقع الهيكل الجيولوجي ريتشات ستراكتشر بإحدى الدول العربية الإفريقية، فما هي؟ هيكل الريشات طول الهيكل 45 كيلومتر، معروف باسم عين الصحراء، تم اكتشافه في ستينيات القرن العشرين. صخور نارية ورسوبية بيرجع تكوينها لمئات الملايين من السنين. اجابتك ليبيا. في اجابه تانية؟ شوف بس في اجابه، بس نشوف في اجابه تانية. ممكن هنروح نشوف ممكن بتاعت محمد علي ايه. سلمى اجابه خاطئه. نشوف ممكن بقى هتبقى ايه. حمدي مصر. حمدي مصر اجابه خاطئه. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. جيبوتي، موريتانيا، السودان، جزر القمر. ثانيتين. الإجابة الصحيحة موريتانيا. سؤال في التاريخ، شهيد محمد نصر، تاريخ، والسؤال هو في عهد أي رئيس مصري حدثت اعتقالات سبتمبر السوداء؟ فجر 3 سبتمبر وتم اعتقال 1536 شخص. قائمة كبيرة من الأدباء والمثقفين ورجال الدين زي، لا مش هقول لك زي مين. أخذ إجابتك الأول وبعد كده أقول لك زي مين. إجابتك يا محمد. محمد حسني مبارك. محمد حسني مبارك أيمن بحر مش موافق. إجابة خاطئة. زياد نفس الابتسامة. إجابتك جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر يا زياد إجابة خاطئة. كان من ضمن المعتقلين هيكل وصلاح عيسى وابو العيلة ماضي والبابا شنودة ونوال السعداوي، عدي منصور، محمد نجيب، محمد انور السادات، زكريا محي الدين. مش ممكن. ازاي هيكل كان في عصر مين؟ لا 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 لا، ما ينفعش.
بعد ما اقول لكم اسم هيكل والبابا شنوده خلاص. احنا قلنا محمد انور السادات بس مش عارفه ما ادتناش ليه. كان لاخماد اصوات المعارضه لاتفاقيه السلام. سؤال في التاريخ، في جوكر؟ سؤال سهل؟ لا مش سهل. لا خلاص مفيش جوكر. تاريخ والسؤال هو كيرستي كاليولايت هي أول سيدة تتولى رئاسة إحدى دول البلطيق، فما هي؟ من 2016 ل 2021 وكان عندها 46 سنة. تم اختيارها من مجلة فوربس ضمن أكتر 100 امرأة نفوذاً في العالم، ده كان سنة 2018. خبيرة في الاقتصاد وإدارة الأعمال. أحمد حمودة إجابتك؟ ليتوانيا؟ طبعاً من دول البلطيق، ولكن زي ما قلت لكم سؤال مش سهل. إجابة خاطئة. لا أنا زعلان على سؤال السادات جداً من كنتوا تمانية بتهزروا. استونيا؟ استونيا حمدي فايد أول 10 نقط. إجابة سهلة. عشانات الشهيد محمد نصر بلال. وعندكم سؤال في الأدب، أدب والسؤال هو دموع في عيون وقح هي رواية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ بيحكي عن جمعة الشوان اللي كان بيتجسس على الكيان الصهيوني لصالح مصر. طبعاً يحيى العالمي قدم لنا العمل ده في مسلسل جميل جدا. من توفيق الحكيم؟ توفيق الحكيم إجابة خاطئة. زياد بيدبسوك على طول. إجابتك؟ عبد الوهاب المسيري. طبعا إجابة خاطئة جدا، مش خاطئة بس، 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. محمود سالم، صالح مرسي، يوسف إدريس، نبيل فاروق. يوسف إدريس. الكاتب ده مشهور بالروايات المخابراتية، معروف. صالح مرسي. طبعاً. طب ما أنت عندك الإجابة هو. بعدين دموع في عيون وقحة، إحنا عارفين إن ده ملف من ملفات المخابرات. منا ناقص 5 نقط. إجابة خاطئة. قلت جمعة الشوان وبنتجسس وقلت حاجات كتيرة جدا، خسارة. شهيد محمد نصر 5، من يا القمح مفيش نقط. عندكم سؤال في الأدب، هتاخدوا جوكر ولا هتخلوا لي العلوم؟ خلي العلوم. سؤال سهل. طيب أنا رأيي سهل. لا. طيب اتفقنا، أدب والسؤال هو من هو الشاعر المصري المعاصر مؤلف قصيدة إيزيس؟ كانت ضمن أول ديوان للشاعر اللي صدر 2017، هو كتبها قبل كده بسنين، لكن في حيرتي بستغرب أنا إزاي مش بغنلها وهي إزاي بتتحمل. مين بقى؟ فاروق شوشة. أنا بقول معاصر مش راحل. إجابة خاطئة. قصيدة مشهورة جدا لشاعر جميل. هشام الجخ. إجابة صحيحة طبعا، للشاعر المتميز هشام الجخ. عشانات 15 الشهيد محمد نصر بلال، وطبعا مفيش نقاط في منيا القمح. الجوكر. علوم والسؤال احد عناصر المجموعه 14 بالجدول الدولي تم تسميته نسبه لدوله المانيا، فما هو؟ تم اكتشافه على يد الكيميائي الألماني
كليمنس فينكلر، وتم اكتشافه سنة 1886. زعلان ليه يا محمد علي؟ يعني انت قعدت 19 ثانية عايز تقول له الإجابة دلوقتي؟ مش عايز أقول. إجابتك يا حمدي. سيليكون. سيليكون نسبة لدولة ألمانيا. حمدي إجابة إيه؟ قديم. إجابة عجيبة. حمودة. جيرمانيوم. مشتق من الكلمة اللاتينية جيرمانيا. سؤال كان محتاج حد يفكر. أحمد حمودة برافو عليك، 20 نقطة، تقدمت. إجابة صحيحة. النتيجة 20 منيا القمح، 15 الشهيد محمد نصر بلال. منيا القمح الزوكر. الناس اللي عايزين يخشوا طب علوم. والسؤال هو أحد أنواع الغضاريف هو الأقوى بجسم الإنسان، فما هو؟ عندنا جنى وعندنا سلمى وعندنا زياد. وزياد يعني سلمى وجنى أسنان. لا لو عارفين الإجابة بالإنجليزي قولوها عادي، ما فيش مشكلة خالص. هي غضاريف العمود الفقري. في ثلاث أنواع غضاريف، أنهي غضروف فيهم اسمه إيه؟ ما عنديكيش الإجابة. إجابة خاطئة. غضروف صلب من ألياف سميكة. الغضروف إيه؟ اسمه الغضروف. غضروف المخي. هو في المخ. محمد علي. إجابة إيه؟ قنبلة. أيوة برافو عليك، إجابة قنبلة. هو الأقوى والأقل مرونة. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. الغضروف العضلي، المفصلي، الليفي، المرن. جانا كنت عايزة تقول إيه؟ أنا مش عارفة، بس إحنا كنا مختلفين على إجابتين. إيه هما؟ المفصلي والليفي. المرن أنا بقول الأقل مرونة، فالمرن برا والعضلي برا. عندنا المفصلي والليفي. هذا قلت ألياف تقريبا، فممكن الليفي. لو حد فيكم بس مركز كان في ثانية خطف البازر. أنا اديت لكم الإجابة. النتيجة في نهاية الفقرة، منيا القمح الشرقية 20، 15 الشهيد محمد نصر بلال قطور الغربية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 35 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 175 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس الموسم ال 14، وهفكركم بالنتيجة. مدرسة منيا القمح الرسمية للغات الشرقية 20، الشهيد محمد نصر بلال قطور الغربية 15. وحصل عندنا تغييرين في مدرسة الشهيد محمد نصر. لقاء خليل مكان منى حمدي، ويوسف طارق مكان حمدي فايد. مدرسة منيا القمح عندنا تغييرين، جنى أحمد مكان جنى السعدني، وبراء تامر مكان زياد شرف. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين سلمى ولقاء، لقاء وسلمى. وسؤال في المعلومات العامة، وأنا هحاول أساعدكم. معلومات عامة والسؤال هو، وفقاً لموسوعة جينيس، جوتي أمجي
هي أقصر امرأة حية في العالم حتى عام 2022، طولها 62.8 سنتيمتر. فما هي جنسيتها؟ حاصلة على ماجستير في الأدب الإنجليزي، جوتي أمجي. بريطانية؟ هي أسيوية أصلا. لقاء، إجابة خاطئة. شاركت في المسلسل الأمريكي American Horror Story. أسيوية، إجابتك. فلبينية؟ لا مش فلبينية، إجابة خاطئة. هندية؟ مين اللي بيقول هندية؟ هي فعلا هندية. هارد لك، تفضلوا. السؤال اللي جاي في الرياضة براء وجنى، جنى وبراء، رياضة. والسؤال هو: سيرجيو أريباس هو أصغر لاعب يسجل هدفاً لأحد الأندية الإسبانية في كأس العالم للأندية حتى عام 2023، فما هو؟ ريال مدريد. طبعاً إجابة صحيحة، براء فعلاً ريال مدريد. كان عنده 21 سنة و131 يوم، سجل الهدف بعد 28 ثانية من نزوله الملعب، والهدف ده سجله في مين؟ الأهلي. في الأهلي في كأس العالم للأندية في المغرب. السؤال اللي جاي جنى ومحمد علي، محمد علي وجنى، تكنولوجيا. والسؤال هو: أمير برسوم هو مؤسس إحدى المنصات الرقمية للرعاية الصحية عام 2012، فما هي؟ مليون مستخدم في مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، 6000 طبيب مشترك، و60,000 حجز شهري. كل الناس عارفين مين بقى؟ طبعاً فيزيتا. السؤال كان سهل الحقيقة، برافو عليه، أنا شايف أنه تطبيق مهم جداً وبحيه عليه، برافو عليه. أسئلة سهلة والإجابات مش موجودة. أحمد حمودة ويوسف طارق، يوسف وحمودة، قدرات زينية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 14 في 15 على 6 في 9 يساوي كام؟ 14 في 15، إجابتك 140. طبعا إجابة خاطئة. مستعجل كده ليه؟ ليه يا حمودة كده؟ يوسف طارق، إجابتك 95 205. 205 إجابة خاطئة. طبعا الإجابة الصحيحة 315. يعني أنا عايز أقول إن أنتوا مستواكوا في المباراة الأولى أنتوا الاتنين كان أحسن من كده، خسارة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. طبعاً أسئلتنا هتعتمد على السرعة ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو: من هو الفنان الذي قام بدور بهجت في فيلم بشتري راجل؟ نيلي كريم، لطفي لبيب، ليلى عز العرب، ومحمد حاتم. مين اللي عمل دور بهجت؟ يا نهار أبيض، أحمد حمودة. مين؟ محمد فراج. مش فراج، إجابة خاطئة. من إخراج محمد علي. في إجابة؟ لقاء. عمرو يوسف. لقاء طبعاً إجابة خاطئة.
الإجابة الصحيحة الفنان محمد ممدوح. السؤال اللي جاي أغاني موسيقى، والسؤال هو إن كنت غالي هي أغنية الفنانة مصرية معاصرة، فمن هي؟ من كلماتها وألحنها ألبوم على بالي. إجابتك شيرين. شيرين ليها أغنية اسمها على بالي، بس مش الألبوم اسمه على بالي. إجابة خاطئة. جنى أنغام. نسأل الجمهور مين؟ عايدة الأيوب. جنى جمعة. إجابة خاطئة. على بالي، ما تعرفوش أغنية على بالي؟ دي من أجمل الأغاني في الثلاثين سنة اللي فاتوا، وإن كنت غالي أغنية حلوة قوي كمان. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي دولة أسيوية تقع حديقة بهاي؟ الهند. الهند. إجابة خاطئة. يابان. بيعود تاريخها لأكثر من 1000 سنة، وتم افتتاحها للجمهور سنة 1925. محمد علي، اليابان. إجابة خاطئة. سنغافورة. موجودة في وسط بكين، مئات الآلاف من الزوار كل عام. والله بجد أنا احترت معاك النهاردة. طيب السؤال اللي جاي والله سؤال سهل جدا، وسألنا زيه قبل كده كتير، بس 70% بيجاوب غلط، بالذات اللي بيجاوب الأول، يعني اللي بيجاوب في تاني مرة بياخد فرصة يفكر كم ثانية. سرعة البديهة، والسؤال هو كم مرة تكرر الرقم 6 من 660 إلى 670؟ كم مرة تكرر الرقم 6؟ هتحسب غلط. إجابتك 11. طبعاً غلط، شفت؟ إجابة خاطئة. طبعاً آخد إجابة حالاً. كام؟ 21. ليه يا محمد؟ ليه يا محمد كنت تستنى؟ في 666. أيوة. يبقى كام؟ يبقى 22 يا محمد علي. إجابة خاطئة. أعمل إيه طيب؟ حلوا لي المشكلة اللي أنا فيها. خسارة، مش أنا قلت لكم في أول حلقة أنتوا الاثنين هتودعوا البطولة؟ أخرجكم أنتوا الاثنين من الماتش ولا أعمل إيه؟ مش عارف. هنعوض إن شاء الله. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 10 نقط في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب5000 جنيه، بما يساوي 50,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 225,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس الموسم الـ14، ومباراة في دور الـ16، وأنا مش راضي عن الأداء، وهفكركم بالنتيجة. الشهيد محمد نصر، كتور الغربية 15، ومدرسة منيا القمح الشرقية 30. وعندنا تغييرين في مدرسة منيا القمح: جنى السعدني رجعت مكان جنى أحمد، وزياد شرف رجع مكان براء تامر. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. تحت الضغط 10 أسئلة في 45 ثانية. أحمد حمودة هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. تفضل يوسف طارق، تعال مكاني. يوسف، مين اللي دربك على تحت الضغط؟ كوثر آسر. كوثر، تمام. كم مرة؟ كتير كتير إن شاء الله. شكرا يا كوثر. هنشوف دلوقتي تدريبك عمل مفعول ولا لا. ربنا يستر. انت شخصيا عملتي اللي عليكي.
أحمد حمودة؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هو أعرض نهر في العالم؟ فيكتوريا. غلط. في عهد أي سلطان مملوكي حدثت معركة الأبلاستين؟ باص. أديب مصري راح المؤلف مسرحية رصاصة في القلب، فمن هو؟ توفيق الحكيم. صح. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر الأستاتين؟ إيه إس. غلط. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم ولاد العم؟ ولاد العم عمار المشرق. غلط. كم عدد ألوان علم دولة فلسطين؟ 4. صح. في أي دولة أوروبية تقع قرية بورتوفينو؟ بورتوفينو إيطاليا. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور حميدة في مسلسل مأمون وشركاء؟ باص. إلى أي كوكب يتبع قمر كاليستو؟ كاليستو زحل. غلط. ما كنتش هلحق أقول السؤال الأخير. بص، مش كويس ومش وحش، ولكن كان ممكن تجاوب على أكتر من سؤال كمان. كم إجابة صح؟ مش عارف. 3 إجابات صح من 9، كان ممكن يبقوا 5. صح. ولكن مش مشكلة. سليم، عايزين أحمد حمودة ينضم لينا. أحمد حمودة هنشوف هيعمل إيه. أحمد تعالى مكاني. عايز تعرف إيه اللي حصل ولا لأ؟ بلاش، خليها مفاجأة. طيب يلا تفضل. مين اللي دربك على تحت الضغط؟ أو أنا كنت بدربهم، بس سعد سلمى كان بتدربني بصراحة. كويس. تحت الضغط كاونتر. ما هو أعرض نهر في العالم؟ الأمازون. صح. في عهد أي سلطان مملوكي حدثت معركة الأبلاستين؟ بيبرس، زار بيبرس. صح. أديب مصري راح المؤلف مسرحية رصاصة في القلب، فمن هو؟ الحكيم. صح. ما هو الرمز الكيميائي العنصر الأستاتين؟ إيس. غلط. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم ولاد العم؟ عمر خيرت. صح. كم عدد ألوان علم دولة فلسطين؟ 4. صح. في أي دولة أوروبية تقع قرية بورتوفينو؟ إسبانيا. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور حميدة في مسلسل مأمون وشركاء؟ البليبة. صح. إلى أي كوكب يتبع قمر كاليستو؟ المشتري. صح. ما هو النادي الأكثر فوزا بكأس السوبر الإفريقي؟ برافو عليك، برافو عليك. بص بقى، العاشر إجابتك صح. ليه؟ ما هو النادي الأكثر فوزاً بكأس السوبر الإفريقي لكرة القدم حتى عام 2023؟ مين؟ الأهلي. طبعاً الأهلي. بص، هي فرقت في الخبرة، هو شارك مع عيلته أكتر من مرة فهو عارف، فعشان كده ما تزعلش، دي خبرة مش أكتر. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. السؤال الرابع، أنتوا الاتنين عنصر الأستاتين قلتوا إيه أس وهو إيه تي. طب ما أنتوا عارفينه. ورقم 10 الأخراني اللي انت جاوبته يا أحمد، فعلا هارد لك، روح رياضية من يوسف. نحيي كلنا يوسف وأحمد حمودة. طبعا النتيجة اتغيرت، أحمد حمودة بيحاول يجري بالمباراة. منيا القمح الرسمية الشرقية للغات 80. أحمد حمودة كم إجابة صح؟ 7 تقريبا. لا، 8. تفرق. كنتوا كام؟ كنا 30. 30 وتمن إجابات صح؟ 40. 40 و10 نقط هدية؟ 50. بقيتوا 80. يوسف طارق 15 و3 إجابات صح، بقيتوا 30. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اتنين جنى وجنى. جنى وجنى، احنا عندنا النهاردة 3 جنى في المباراة. السؤال الأول، حل المسألة الآتية، 250 على 5 في 20 يساوي كام؟ 1000. الهدف الأول. هدف بلا مقابل، برافو عليك يا جنى. حمودة
ومحمد علي، محمد علي وأحمد حمودة. سؤال التاني، رياضة، ما هو أكثر المنتخبات العربية مشاركة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم من حيث عدد المباريات حتى عام 2022؟ المغرب. منتخب المغرب الهدف الأول. ثلاثة وعشرين مباراة في ست مشاركات، كسبوا ستة وتعادلوا ستة وخسروا 11، ولكن طبعاً تألقوا في كأس العالم الأخير 2022 بقطر. هدف مقابل هدف، سلمى ولقاء، لقاء وسلمى. سؤال الثالث، فنون، من هي الفنانة العربية التي غنت تتر مسلسل قاسم أمين من بطولة كمال أبو ريا إخراج إنعام محمد علي؟ التتر من ألحان عمار الشريعي وأشعار سيد حجاب. إجابتك نوال الزغبي. أنت نفسك مش موافقة. نوال الزغبي. إجابة خاطئة، مش نوال الزغبي. وردة. وردة. يا إجابة خاطئة. بالظبط كده، أصالة. أصالة. تفضلوا زياد ويوسف، يوسف وزياد. السؤال اللي جاي بخمسة وعشرين نقطة، وأنا أعتقد إن السؤال اللي جاي هيتجاوب 25 نقطة في سؤال واحد. السؤال الرابع، معلومات عامة، تم إصدار أول بوليس التأمين على حوادث السيارات في إحدى الدول عام 1897، فما هي؟ إجابتك الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف الثاني. نتيجة في نهاية الفقرة منيا القمح الرسمية للغات الشرقية 105، الشهيد محمد نصر بلال، الغربية 30. مباراة مش قوية، هو الأداء ما كانش أحسن حاجة على الرغم من إن كان في تقارب في النتيجة ما بيننا وبين المدرسة التانية. إجابة خاطئة، أنت نفسك مش مقتنع. إجابة صحيحة. اللي فرق إن أحمد حمودة قدر يجاوب على 8 أسئلة يغير الخريطة. قرر سكور مريح خلانا ندخل مطمئنين في ضربات الجزاء، وده ساعدني في إني أسجل هدف التعادل وخلى زياد يسجل هدف تاني ونكسب ضربات الجزاء. فكرة عجلة الحظ، هنحاول نجمع أكبر عدد من النقط عشان نحسم الماتش بسكور كويس. خلينا نشوف عجلة الحظ هيبقى رأيها إيه، ويا ترى هتبتسم وهتعمل مفاجأة لمدرسة الشهيد محمد نصر، ولا مينيا القمح هتحافظ على التقدم وهتتأهل لدور الثمانية؟ نروح نشوف حلقة النهاردة هتنتهي على إيه. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 90 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 450 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 675 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم ال 14 عبقرة المدارس ومباراة في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. منيا القمح الشرقية 105، الشهيد محمد نصر بلال قطور، الغربية 30. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ.
سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال شهد. تفضلي يا شهد. شهد هلال، والسؤال الأول لمدرسة الشهيد محمد نصر بلال، وهنشوف موضوع السؤال إيه. رياضة. سؤال في الرياضة. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة. رياضة. والسؤال هو: علي بوكسيم هو أكثر حكم عربي إدارة للمباريات بتاريخ كأس العالم لكرة القدم حتى عام 2022، فما هي جنسيته؟ أدار 7 مباريات في 3 نسخ، أشهرهم مباراة دير هولندا في المربع الذهبي في كأس العالم 98. جنى إجابتك. جزائري. جزائري إجابة خاطئة. عندك طبعا إجابتك. إماراتي. طبعا. طبعا إماراتي. السؤال ده كان سهل. علي بوكسيم حكم مشهور جدا، أسطورة التحكيم الإماراتية. أحمد حمودة ألف مبروك التأهل إلى دور الثمانية. إجابة صحيحة. السؤال الثاني يوسف محمد. تفضل يا يوسف، وهنشوف موضوع السؤال إيه. علم. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين. علم. والسؤال هو: أدب. أديب وشاعر مصري راحل، مؤلف كتاب عود على بدء، فمن هو؟ 12/1943 من مؤسسي مدرسة الديوان، كان مشهور بالفكاهة والسخرية اللاذعة. مين يا سلمى؟ ضحكيني بقى. مين بقى؟ هو احنا كنا يعني اتفقنا على دي، بعد كده لما سمعنا ما لحقناش نغير الاجابه الصراحه يعني، فهقول دي خالص. مدرسه الديوان، يعني المفروض تفكري في ثلاثة. اجابتك. طه حسين. طه حسين مش مدرسه الديوان. انا عارفه، انا مش ولا العقاد، مع ان العقاد من مدرسه الديوان، ولكن مش العقاد. سلمى اجابه خاطئه. صندوق الدنيا من اشهر كتبه. جنى. يحيى حقي. صندوق الدنيا يحيى حقي. مازن. صح. ابراهيم عبد القادر المازني. يا جنى المازني. ما تلوموهاش. انا ما بنتهاش والله. هارد لك يا جنى. اجابه خاطئه. ما اقدرش الومك، محدش فيكم بيحاول يجاوب. هارد لك. السؤال الثالث يوسف. تفضل يا يوسف. يوسف محمود، وهنشوف موضوع السؤال ايه. علم. سؤال ب30 نقطة صح ولا ايه؟ بالظبط كده. علم. والسؤال هو: ويليام لاين كينج هو رئيس وزراء احدى دول امريكا الشمالية أثناء الحرب العالمية الثانية، فما هي؟ رئيس وزراء اتولى المنصب 22 سنة آخر فترة من 1935 ل 1948. أمريكا؟ كندا. هي كندا. أعمل إيه يا محمد؟ للأسف الشديد باخد الإجابة الأولى، وأمريكا إجابة خاطئة. جنى إجابتك؟ كندا. إجابة صحيحة. كندا هي الإجابة الصحيحة. محمد يا علي، مش عارف أقول لك إيه بصراحة. النتيجة اتغيرت 155 من القمح الشرقية
الشهيد محمد نصر بلال الغربية 30. السؤال الرابع والأخير أسماء. أسماء وليد، فضل يا أسماء وهنشوف موضوع السؤال إيه. علم تاني 30 نقطة. علم، والسؤال هو جغرافيا. في أي محافظات إقليم جنوب الصعيد المصري تقع جزيرة الشورانية؟ مساحتها حوالي 10,000 كيلومتر مربع. أنا؟ جنة. جنة إجابة خاطئة. من أكبر جزر النيل من حيث المساحة والسكان جنة جمعة. سوهاج. سوهاج. جنة سوهاج طبعا زي ما الجمهور سقف إجابة صحيحة. أفضل لاعب في ماتش النهاردة طبعا أحمد حمودة ب90 نقطة. الشهيد محمد نصر بلال ودعته البطولة، لعبته ماتشين، اكتسبته شوية خبرة، هو درس قاسي ولكن مهم. كل مباراة وبتبقى أصعب من اللي قبليها، ولكن اكتساب الخبرة مهم. نحيي كلنا مدرسة الشهيد محمد نصر بلال. منيا القمح الشرقية تأهلتوا لدور الثمانية، ولكن مش ده الأداء اللي أنا متوقعه منكم خالص. في مباراة تانية لو قدامكم فريق عنده خبرة كان خلص المباراة دي من زمان، عشان كده عندكم فرصة إن أنتوا تعدلوا المسار وتستعدوا بطريقة تانية، تعملوا مجهود أكتر علشان تعرفوا تكملوا. اتفقنا؟ نحيي كلنا مدرسة منيا القمح الشرقية. وفي كده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 215 نقطة، وكل نقطة ب5,000 جنيه بما يساوي 1,075,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 8,435,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. من القمح الشرقية تأهلتوا الدور الثمانية، ولكن مش ده الأداء اللي أنا متوقعه منكم خالص. نحيي كلنا مدرسة منيا القمح الشرقية. الشهيد محمد نصر بلال ودعته البطولة، هو درس قاسي ولكن مهم. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية